لقيته؟ في دم؟ انا بسأل السؤال، انا بسأل السؤال، في دم؟ مفيش. طب مفيش دم وما بتكلميني اجي من على القهوه ليه يا سعاد؟ في امانه الله، في امانه الله. ها رجاله، كم بقى والنبي الشوط الاولاني خلص ازاي؟ قطعناهم يا معلم. الالبان حطوا على تشيكوسلوفاكيا الماكينات الالبانيه. اولا الثانيه اسمها الماكينات الالمانيه. ثانيا انتوا ما لمستوش المايه طول الماتش وكسبتوا بالحظ والحكم. ما لمسناش المايه ازاي يا باشا؟ اصل هو باليه مايه اساسا. وبعدين تفهم انت ايه في التحكيم الباليه؟ لا حوش يالا البانيا اللي بتفهم يالا قوي يالا. ده انتوا يالا البانيا يالا تقليد المانيا، زي ما تشتري تيشرت ابيبس كده. ايه يا عم بس يا عم انت ده رجالة. ايه مش تشيكوسلوفاكيا والبانيا اللي وقعونا في بعض؟ احنا مصريين في الاخر يا عم مصطفى. ما انت عارف والقهوه ده كلها عارف يعني ايه البانيا بالنسبه لي. صلي على النبي عم علاء. طب انا مش هردي عليك، الرد دي في الشوط الثاني. هو ده الكلام، هو ده الكلام صح كده. سيداتي يعني سادتي، وبهذا تنتهي مباراه كره السله بين امريكا والصين بفوز امريكا 170. انا الاسد. يا سعاد حصلت يعني واد محمد ابني نط من الشباك مات يعني ولا ايه؟ مش فاهم. في كسور؟ انا بسال السؤال، في كسور؟ يعني لما مفيش كسور كانت في دماغك يا سعاد عشان تكلميني وهو مفيش كسور؟ يعني انا اسيب القهوه دلوقتي ومفيش كسور؟ ايه انا فاضي للتفاهات بتاعتكم دي؟ اقسم بالله انا ما فاضي، انا ورايا هنا هم. عم مصطفى خليكي معايا، خليكي معايا شوقي. بص بس كده على الحساب عشان ايه معلم مزنهر خالص و... لا وري حسام مشي من غير ما يحاسب اول امبارح؟ ما هو جري. انا وانا اللي شايل الضمنه كلها الثلاث ايام اللي فاتت. لا ده كلام. ايه شوقي؟ لا يا شوقي معلش مؤاخذه، لا ده انت كده كده باربعه سحلب هم في الاساس ثلاثه. انا فاكر كان اربعه. اقسم بالله انا فاكر ده. معلش يا شوقي راجع لي ده وتعالى. شوقي رجع لي ده وتعالى. النبي الله يكرمك. شايفه انا ورايا هم امتلت لهنا يا سعاد. لو مشيت الدنيا هتبوظ. عندي 23 10 الطاوله و14 ضمنه عاده. 15 ضمنه عاده عند مصطفى. يا نهار ابيض طلعوا 15. النبي سعاد الله يكرمك ما تكلميني الا لما يكون في حاجه. لما يكون في وفاه اتصلي بيا، انا هاجي على الدفن على طول، وانت عارفه ان اكرام الميت دفنه، فلو دفنت وبلغتوني تبقى عملت الواجب الكبير كله. فامنت الله، فامنت الله. ها تاخد دي صايمه ولا بطنك وجعان؟ حبيبي يا عم مصطفى هات صايم. بص ماشي. بص دي الله على الصرف. جت كام؟ ما بصيتش. الله على الصرف. جت كام؟ الله. ثواني ده شغل بقى. ثواني. يا حاج محمد الله يكرمك يا حاج، ربنا يبارك فيك. لا ربنا يوسع عليك، ربنا يوسع عليك الله يعزك. شغل؟ لا لا مش فاضي والله، ما فيش وقت. لا اقسم بالله ما في وقت. لا ده انا حتى ما عادش على القهوه، ده اتسع حجر ما لحقتش اقعد. ما ابعت لك الواد شريف. شريف يروح له. ابعت لك الواد شريف، ايده نظيفه وشغله هو اسمه شريف اصلا عشان هو هيشرفني قدامك. هم سموه شريف عشان اساسا كده. ماشي يا حاج محمد ربنا يوسع عليك، ربنا يوسع. لا لا انا ما افضى اجي لك بقى نعمل احلى شغل ان شاء الله. ربنا يعز. في امانه الله، في امانه الله. يا عم احنا في ايه؟ ها اللي جايه يلا. شوف دي اها يا عيني يا ليله البيضة. يا سعاد يا سعاد. لا يعني اجيب فلوس منين دلوقتي؟ يعني انت مكلماني عشان تقولي هات فلوس؟ انت مش فاهمه اللي فيها. يعني انا بشتغل الشغل ده انا اخلقه؟ لا لا الشغل انا بسال السؤال. مش أنا يعني اخلق الشغل؟ يعني انا اجيب شغل منين؟ ما انا قاعد. ما انت فاهمه اللي فيها يا سعاد. اتكل على الله النبي يا سعاد. سيبيني عشان انت عصبتيني كده، عشان انت عارف زيت الرزق والفلوس دي كده بتقرص عليا. في امانه الله يا سعاد، في امانه الله. انا مش فاهم الستات دول ايه؟ انا مش فاهم. هي النسوان كده عم مصطفى تسيبها تغرق في شبر ميه. فك يا جدع فك. يلا انا مش عارف العب لعبتي بقى اللي بحبها كده. لا لا ورينا السيرف. الله على السيرف حلوه يا ليله البيضة. ايه تاني؟ سعاد ايه القصه تاني؟ ايه البيت ولع؟ انت في الشارع انت والولاد؟ في الشارع هي والعيال البيت. ماشي قلبي معاك يا سعاد. معلش معلش ابقى اجي. طب انت بتزعقي ليه دلوقتي؟ لا ما انا مش عشان جوزك وابو عيالك يبقى انا المفروض اكون في البيت وهو بيولع. مش قصتي انا خالص، مش اختصاصي انا خالص. ايه الناس دي؟ في امانه الله. بص يا سعاد لما تروحوا تشوفوا بيت تاني يبقى ابعتيلي العنوان وانا اروح عليه. مفهوم الكلام؟ في امانه الله من غير زعيق. في امانه الله. يا عم مصطفى مش عارفين نشرب كوبايه الشاي مع بعض في ايه؟ عندنا دي يا عم علاء. ولع يا شوقي. هما تروحوا بقى يا جماعة. ربنا يديكوا الصحة. هنقوم نروح بقى عم مصطفى. الناس كلها ماتت خلاص. احنا حتى ما حضرناش جنازاتهم. احنا
حسابي تقل قوي على القهوه هنا يا علاء. هاخدك العشره دي ونتكل على الله حتى نلحق شوقي وهو لسه في صحه يجيب ولعه. جدي مصطفى انا ملك بنت محمد ابنك، انا مشفتكش من ساعه لما اتولدت. هو قال لي انك اكيد قاعد على القهوه دي وفي نفس الحته دي. تصدق يا علاء انا حاسس دلوقتي كاني صغرت 20 سنه. فيك الخير يا حبيبتي. ابوكي ده بقى بيديكي فلوس ولا معفن؟ لا بيديني فلوس حتى تشوف. اتفضل. ربنا يكرمك يا حبيبتي. روحي انت بقى ارجعي لابوكي البخيل ده وانا شويه وهاجي. حاضر يا سلام. مع السلامه. انا هاجي. ها مع السلامه. ورجعت يا عم علاء هنحاسب. كفيني لعب بقى والعشاوي. الله يرحمه. حلاوتك يا عم مصطفى. حط عليه. احنا جينا يا حنان. الحمد لله على السلامة يا سي حامد. مبارك انكم رجعتوا بالسلامة يا اخويا. اعملي شاي للرجالة. امرك يا اخويا. حاضر حاضر. بصوا يا رجالة، انا ابتديت سرقة وانا عندي 6 سنين. عملت 3 عمليات. ألف سلام عليك يا كبير. يا ابني عمليات سرقة مش زايدة. مبارك أنك قمت بالسلامة. عملت 3 عمليات وفي كل عملية فكيت السلك، قصدي دخلت السجن 10 سنين. دلوقتي عندي 36 سنة وخرجت من السجن من 3 أيام بس. عشان كده العملية اللي جاية دي لازم تنجح. أنا صغرت مخي ولازم تنجح. هتنجح. البنك ده هنسرقه يعني هنسرقه. اعتبره اتسرق. اهدى بس يا فخم. بس احنا كده لسمنا خطة لمؤاخذة. عندك خطة؟ خطة ليه يا بني آدم؟ الرجالة بتنفذ على طول من غير خطة. سي حامد. لا يا سي حامد، لازم يكون عندك خطة، لأن أنت لو ما عندكش خطة كل واحد هتصرف من دماغه وهتخبطه في بعضه والعملية هتبوظ وهتبقى مصيبة. أنت بت، أنت بت بتتكلمي والرجالة قاعدة؟ يا لهوي. الحريم بتتكلم في قعدة الرجالة. لهوي هنا يابا. في بيت أنا. يابا. من إمتى؟ يابا. من إمتى؟ يابا. من إمتى؟ من إمتى؟ ما بالراحة طيب، اهدى يا فخم. دي أخف حاجة عندي. كنا بنقول إيه؟ كنا بنقول إن ما عندكش خطة وإن إحنا هننفذ على طول. غبي. من غير خطة كل واحد فينا هيتصرف من دماغه وهنخبط في بعضينا والعملية هتبوظ يا بني آدم. صح. حنان هاتي بقسماط يا بت. ما يحصل يا أخويا. الخطة كالآتي: العكر هينزلنا على باب البنك الساعة 9 الصبح لابسين الماسكات شايلين السلاح ومعانا شوالين عشان نلم الفلوس. سي حامد بلاش بلاش يا اخويا. ابقى البس الماسكات وطلع السلاح اللي انت مخبيه جوه البنك، للحراس يا اخويا يشوفوك ويضربوك بالنار. انتوا تخشوا البنك كانكم عملاء في البنك بالظبط. يا بنت لسه يا بت. انا مش لسه قايل في قعده شغل الرجاله مفيش حريم بتتكلم مع الرجاله. مفيش حريم بتتكلم. بتتكلمي ليه؟ يا لهوي. انت اطلعي بره بره بره. حمينا بقى يا حنان بقى. اهدى اهدى بقى. اهدى فخم بقى. بره. ده انت حابب الموضوع بقى. اهدى شويه بقى. عصبتني. اهدى. كنا بنقول ايه؟ قلتوا هتنزلوا الصبح تروحوا البنك لا مؤاخذة لابسين الماسكات وفي ايدكم السلاح وتقتحموا البنك. ده كلام بهايم. لو عملنا كده الامن هيشوفنا بالماسكات ويعرف ان احنا داخلين نسرق، مش بعيد يضربونا بالنار ويقتلونا يا غبي. ما بالراحة طيب يا فخم. احنا نخش البنك على اننا عملاء عادي وفجأة نفتح الخزنة ونسرق 1,000,000 جنيه. مليون جنيه. مليون جنيه. يا فخم يا فخم يا فخم. الله عليك يا مفتخر الدماء. انا هسرق 1,000,000 جنيه. اتعلم انا بقى اتعلم. والنبي هسرق 1,000,000 جنيه. حلوة حلوة. ونقسمهم على 3، كل واحد فينا ياخد
400 ياخد ايه؟ 535 بتفائل بالرقم ده. انا لا لا الاقل كان 624 دي اسمها مطوله. هنشيل الواحد هنبقى 347 على 535. انا واثق من نفسي. هنشيل الواحد مع الواد ده السنه بس. احنا بنشيل مع 330,000 330 جنيه 33 قرش و3 مليم. ايه ده يا بنت؟ انت عايزه تموتي نفسك؟ يا بنت انت عايزه تموتي نفسك وبتدخلي في كلام الرجاله تاني؟ تاني في كلام. ما تيجي انت تمسك العصابه احسن. ما تيجي هي تمسك العصابه احسن وانت يا حنقته بقى. يا بنت مش اطلعي بره يا بنت. غوري غوري غوري. ما طلعها اسهل من ده كله يا كبير. كفايه بقى. هنقسم المليون جنيه على تلاتة. كل واحد فينا هياخد 330 تبقى 1300 مليم اللي هو التلاتات اللي قالتها الرقم. اه كل واحد فينا. وهنستخبى شوية لحد ما الدنيا تهدى. نطلع نطلع الفلوس ونفكها ونصرف. نفكها. محدش فيكم عارف يحسب حسبه ولا يقول خطة. بهاي لازم اعمل انا كل حاجة بنفسي. ولا ليكم اي 30 لا ولا ليكم اي 33,333 لا. ايه ده؟ اوعى تتحرك. اثبت مكانك. ايه يا بني ادم انت؟ هو ما ايه ظابط؟ ظابط ورايا. قرصان يا اختي. حاجه بيدير يا حنان. يا حنان يا حنان يا حنان. يا حنان تحت هنا اهو. تحت هنا اهو. قرصان قرصان من ابو شنا من الكبير ده. بتعمل ايه يا حنان؟ بس الصلاه والنبي بقرف يا ابني. هيطرش. آه. لسه شنبه بيلعب. الله. اتفضل يا سي حامد. بسم الله يا رجاله. بسم الله. انا نفسي تصدق. منظر الشوشاته كان فظيع قوي. خليك راجل بقى. حاضر. بس جدع البنت حنان خلصت. احنا هنا قوي في نفسها ودي احلى حاجه. بس مخها فاضي وملهاش اي لازمه وبتتدخل في اللي ليها فيه واللي ملهاش فيه. اقسم بالله لو ما كانت بتتكلم وقت كلام الرجاله لكنت حبيتها. وهي بتعمل كل ده عشان ايه؟ عشان بتحبك يا معلم. الله. بيبي بيبي. ايه يا وفاء؟ ممكن اطلب منك طلب؟ ايه قولي. ممكن يعني بلاش تنزل اصحابك النهارده وتقعد معايا شويه؟ ليه؟ انت كل يوم بتنزل تقعد معهم لحد الصبح على القهوه، تقعد تلعب في كوتشينه، ما تقعدش معايا خالص. ماشي؟ ماشي. مفيش قهوه وخلينا في البيت. اوبا. تسلم ايدك. اهو فوفا حبيبتي بقى هي صاحبه فكره اننا نقضيها النهارده في البيت وما ننزلش القهوه. بس هتدفعوا المشاريب. لا يا مروه، مش هرجعك البيت. واه هتجوز عليكي. قلت لك 100 مره انا راجل ولايم متطلبات، وانك لازم تاخدي بالك من شكلك وتهتمي بجسمك. ايه يعني؟ ايه يعني الحمل والخلفه؟ منوال الزغبي اتجوزت وخلفت، ومريم فارس اللهم صل على النبي جابت الواد من هنا ورجعت ملكانه تاني يوم. انت بس اللي مش عايزه تاخدي بالك من شكلك وجسمك. مع السلامه. حبيبي مش ملاحظ ان في حاجه متغيره؟ لا يا حبيبتي انت زي القمر طول الوقت. حبيبي مش ملاحظ ان في حاجه متغيره؟ لا يا حبيبتي انت زي القمر طول الوقت. حبيبي
مش ملاحظ ان في حاجه متغيره؟ لا يا حبيبتي زي القمر طول الوقت. حبيبي مش ملاحظ ان في حاجه متغيره؟ لا يا حبيبتي انت زي القمر طول الوقت. استني انت خسيتي شويه. المكان ده حلو يا حبيبي؟ كويس. تحبي تبدلي معايا؟ لا. الهوا مش جامد على خدودك؟ لا. الندى مش نازل على رموشك؟ لا. القمر طب مش عاكس في عينيكي؟ لا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ انا شرقت. اللهم اني اسالك رد القضاء، اللهم اني اسالك رد القضاء. ليه يا ربي كده؟ ليه يا ربي كده؟ ده ابتلاء، ده اختبار، اختبار من ربنا. يا ريتني كنت انا، يا ريتها كانت شرقتي. كده حلو. الحمد لله. اللي بفكريني نذبح حاجه ولا اقول لك؟ لا لا انا هعمل ريمايندر. ثانيه واحده. المنيو يا فندم. ها تشرب ايه يا حبيبي؟ نشرب حاجه دافيه بقى عشان خاطر الكحه الوحشه دي. ممكن. اوعي تتحركي. اوعي. هموشكت على راسك يا حبيبي. وده يديك الحق انك تكلمني بالطريقه دي؟ انا تقول لي اوعي؟ لا وكمان تقول لي انا مش قادره اصدق. اعتذارات الدنيا كلها مش هتعبر عن اسفي في اللحظه دي. انا عملت كده عشان خايف عليكي من الهموشه. انت عارفه الواحد مش بيجرح قوي غير لما يكون بيحب قوي. ها يا حبيبي، تحب الشاي بتاعك يبقى بلبن ولا ساده؟ انا من غير تدخل مني ولا تحكم شايف ان اللبن افيد. ولا تحبيه ساده؟ ساده 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 ساده. مرحبا بكم في رجل الاحلام. للنحنحة اضغط رقم 1، لكلام الحب التافه اضغط رقم 2، للزيارات العائلية اضغط رقم 3. مرحبا بكم في رجل الاحلام. للنحنحة اضغط رقم 1، لكلام الحب التافه اضغط رقم 2، للزيارات العائلية اضغط رقم 3 او اضغط 0 للمساعدة. اللي تلبسني ارنب ممكن تخليكوا انتوا كمان تجروا المحرات زي مثلا. لا كله الا كده، انا ما ارضاش اعمل كده ابدا، ده على جثتي. يا بنفهم، ما دام المخرجه ست يبقى عايزه تكسر عينينا، عايزه تذلنا. احنا عشان رضينا نشتغل في برنامج اطفال يبقى احنا عيال يعني؟ بس ما تقولش عيال. لا احنا كده عيال بقى. ما تقولش عيال، احنا رجاله وهنفضل طول عمرنا رجاله. يا ابني لما ترضى ان مديرتك في الشغل تبقى واحده ست يبقى ما تزعلش يا معلم لما مراتك في البيت تقول لك اكشن، تقول لك ستوب، تقول لك ما تتكلمش غير لما اقول لك. ومين قال ان احنا رضينا؟ احنا رضينا؟ مين اللي قال؟ ده احنا نلبس طرح يا جدعان. ما الفرق ايه؟ فرق ايه الطرح عن الارنب؟ ما هو اهو لبسنا ارانب. احنا هنسكت يا رجاله؟ لا مش هنسكت، احنا لو سكتنا ما نبقاش رجاله. بس انا عايزكم في ظهري تقفوا ورايا. احنا هنتكلم، مش عايزين كلمه تودينا وكلمه تجيبنا، مش عايزين كلمة من واحدة ست تجرينا زي الأرانب. إحنا مش أرانب. بس عشان داخل علينا أهي، داخلة الست هاني. في إيه يا أساتذة؟ إحنا عطلانين ليه؟ في إيه؟ شوفي حضرتك، من غير لا لت ولا عجن عشان إحنا رجالة ومالناش في الكلام ده. إحنا مالناش في لت الستات ولا مؤاخذة. لت الستات؟ شوفي حضرتك، إحنا محتاجين مخرج راجل نعرف نتفاهم معاه. إحنا ما يشغلناش غير راجل زينا. راجل زيكو؟ متأكدين؟ يعني مش هتشتغل؟
لا احنا عايزين المنتج. احنا كلامنا من الاخر كده مع المنتج. لسوء الحظ بقى انا مش بس مخرجة البرنامج، انا كمان المنتجة. واذا كنتوا ما ترضوش تشتغلوا مع مخرجة ست فاكيد اكيد مش هترضوا تشتغلوا مع منتجة. انا مذهول، انا مش مصدق بصراحة. يعني معقولة في 2016 في ناس لسه بتقول راجل وست ومخرج ومخرج؟ لا، ومين فنانين ممثلين وفي المجال الفني وفي البرامج وفي الافلام؟ مش معقول غير الست اللي وصلت لاعلى المناصب، وصلت لاعلى المراكز، بقت عالمه ووزيره وبكالوريوس تجاره وسواقه توك توك وكل حاجه. انا مش فاهم الست اللي هي الام والزوجه والحبيبه، كلام ديت انا مش مصدق. هنعمل ايه يا استاذ؟ الظاهر ان لسه بدري قوي، يمكن بعد مليون سنه الممثلين دول يمشوا. ماشي، مع السلامه. وخلي الارنب يستنى. خلاص بالسلامه، دول شكرا. الملابس بقى يا جماعه لو سمحتوا، والنهارده مالكوش لا غدا ولا اب. وهاتوا الشاي ده. يا رئيسه، يا استاذه، معلش اسال حضرتك على حاجه. يا رئيسه، عايز تعرف انواع الرجاله الحقيقيه ايه؟ بص احنا رجاله في بعض بقى وهناخد راحتنا. لو عايز تعرف انواع الرجاله حطهم كلهم في اختبار صعب وموحد، لان الرجاله بتبان في الازمات، معروفه. التحدي الذكوري العظيم اللي هيختبر معدن الرجاله ويفرقهم عن بعض هو يوم واحد تحملوا فيه مسؤوليه البيت، اوضتين وصاله بمنافعهم، بعيل صغير ما يعديش الثلاث سنين. هتظهر لك فورا الانواع الاتيه. اول نوع معانا هو رجل المهام الصعبه، ده اللي بيعمل اتفه المهام باصعب الطرق، فكيك قوي. الولد عمل بيبي فيقلعوا ال 17 قطعه اللي لبسهم له بدون سبب واضح، ويحميه بالكلور ويحطه في الحوض، ينقعوا ويطلعوا ينشروا، مهام صعبه. الرز مثلا اتلسع، يوم جايب طفايه الحريق وشايل البياض ومقفل الشبابيك ويردم البيت بس عشان خاطر شويه رز. ده طبعا بيخليه يحط نفسه في مواقف صعبه جدا، وعلشان كده في مراجع بتشير اليه برجل المواقف الصعبه. في بقى الرجل العنكبوت، الرجل اللي محروق قوي من اسطوره المالتي تاسكينج بتاعت الستات، ان هم يعملوا حاجات كتير في نفس الوقت. البتاعه دي مكسره الدنيا، الستات عامله بيها شغل خطير، وبيقرر انه يبقى زيه زيها واكتر، فيبدا يعمل 30 حاجه في نفس اللحظه ويتحول لعنكبوت بقى 70 ايد ورجل، يجري من هنا لهنا شعله ما شاء الله. في ساعه واحده بيكون مولع في الستاير وحرق الاكل ومسيح العفش ولاسع العيال ومفحم الباركيه وكاوي الجيران ومشعل للدنيا، بيولعها خالص بالبوتاجاز اللي في نفسيته دي. ما تعرف حجمك وتتهد، دي ارزاق مقسمها ربنا، لازم تبص للي ربنا مديه لغيرك. تهد يا اخي. في نوع تاني بقى من الرجل العنكبوت، وده الرجل اللي هو بيبقى شعره منكوش ومبهدل فبيسموه العنكبوت، يعني ينفع تسمي ده وتسمي ده، الاثنين عنكبوت مفيش مشكله. بيبقى فخور قوي بالحكايه دي ومش حاسس ان في حاجه وحشه لا سمح الله، ولا حاسس انه محتاج صيانه ولا اي حاجه. ايه كده، ايه عنكبوت كده وعكروت كده. عندنا كمان رجل المستحيل، تخيل ده ايه من اسمه كده، عيش معايا. رجل المستحيل ده اللي مستحيل يعمل اي حاجه ولا يقدر يشيل اي مسؤوليه مهما كانت بسيطه، هو اسمه كده. ولو الظروف اجبرته على كده مستحيل يكمل اليوم من غير ما تحصل مصيبه كبيره توصل للاسعاف او المطافي او البوليس او كلهم، مستحيل. في مثلا الرجل الاخضر، الرجل الاخضر ده رجل اللطيف الطيب اللي اول ما بتشيله اي مسؤوليه من اي نوع بيتحول في ثانيه ويبدا يخضر وينتفخ ويتضخم وهدومه تتقطع ويفكر في الانتقام. فتلاقي بقى في انفجارات في المطبخ، اصوات اعتراض مش لطيفه وتهديدات بخطف الولد، حرق البيت، جو شمال كده ملوش معنى، اخضر مش هزار. في برضه للرجل الاخضر معنى تاني، ممكن يمشي الرجل اللي هو بيغير قميصه من شهر لشهر، بيبقى يعني قرب يخضر كده ويبوظ. الرجل الاخضر التاني ده بقى ده صديق مقرب للرجل العنكبوت اللي هو المنكوش التاني، فاكر هو اخضر قاعد وده منكوش وبتاع، هم جايين من نفس الخلفيه ومتفاهمين على معظم الاشياء، بيفهموا بعض من شمه من نظره، حاجه تقرف يعني. في بقى رجل الساعه، ده اللي اخره يقعد في البيت ساعه واحده ويمص بالثانيه، النبي لو اتنططت بعد الساعه دي ما في، مش هتلاقي، انسى رجل الساعه. عندنا كمان رجل المرحله، ده راجل ظريف جدا، تطلب منه اي تاسك في الدنيا بيوافق، بس بيعمل منه مرحله واحده، بيعتبر انه كده عمل اللي عليه. يعني مثلا تطلب منه يودي الولد للدكتور، يتصل بالدكتور يحجز، بس اكتر من كده مفيش، لا يوديه ولا يجيبه ولا يجيب ادويه ولا كلام فارغ ولا استشارات، هي مرحله واحده. فلازم اي ست بتتعامل معاه تركز بقى قوي هي محتاجاه في انهي مرحله بالظبط عشان فرصتها ما تروحش، هو رجل المرحله. في كمان الرجل الخارق، ده اللي على طول بيحرق الهدوم والعفش والستاير والسجاد، جاي بيعمل خروق، فاهم؟ عشان كده خارق حرفيا، خارق بهبل، فاهم؟ ده بيخرم الدنيا وبيخرم البيت، هو عشان كده مسمينه الرجل الخارق. طبعا ستات كتير عارفاه. في بقى الرجل الخفي، ده اللي مش موجود ابدا، انسى، خفي، يبقى ملقح في البيت طول الوقت، مرمي على الكنب والسراير، اول ما تحتاجه في اي حاجه يختفي، يبقى الرجل الخفي. او قبلها بيبقى خارق، تحتاجه يبقى خفي. لا، في رجاله عندها حاجات كتير، بيبقى اخضر الصبح. أيوة.
يستحمى يبقى عنكبوت، يطلع يتنشف يبقى خارق، تطلب منه هيبقى مرحله تحتاجه يبقى خفي. لا لا، في ناس معديه، في ناس ما شاء الله. في بقى رجل الازمات اللي من اول يوم اتجوز فيه وهو في ازمه، وبيطلب من الست انها تستحمله، ما تطلبش منه حاجه وتتحمل مسؤوليته لحد. انا عارف انا بضغط عليك، معلش انا اسف. انا نفسي اعرف ايه هي ازماته دي. هو عايش كده رجل الازمه. وفي الرجل الالي ده يحب يقلي قوي، ده يموت في القلي، سيب له البيت والواد واي وقت واي مده سيبه، بس سيب له طبق بطاطس مقليه كبيره، لو في سمك مقلي ماشي، بيض مقلي، هو بيلاقي نفسه وسعادته في الزيت، بيعوم فيه. اديله البيت والواد وازازه زيت وهو هيزيد، ده الرجل الالي، تلاقيه قالي على طول. في بقى سيد الرجاله، عمهم العمله الندم، النوع ده من الرجاله منقرض للاسف، بيفكروا لو لقوا اي واحد منه حطوه في محميه طبيعيه، راجل اللي هو بيتحمل المسؤوليه وعارف معنى الرجوله الحقيقي، تلاقيه كده سند وظهر وامان والحاجات الاصل دي، الراجل ده قرب يبقى من الاساطير، هتلاقي اسمه في الصفحه اللي بعد العنقاء والخل الوفي. اقول لك على حاجه؟ ايه يا احمد؟ في ايه؟ في ايه؟ انا جدتي مره قابلت راجل زي ده زمان وسلمت عليه. وراح فين؟ كابو اقفل النور ويلا بينا نروح ناكل يوم. يلا. شغل شغل شغل، يوم طويل. ما فاكريننا ايه؟ بلاستيك؟ احنا خشب برضو، عندنا الياف واحساس. بقولك يا حبيبتي، ما تعملي لي مساج بقى. مساج في عينك؟ مساج في عيني مش هيبقى لذيذ ده. اعملي لي مساج في رقبتي، خليكي لذيذه بقى، انا مخلص شغل وتعبان. شغل؟ هو اللي انت بتعمله ده شغل؟ انت واقف مجعوز طول اليوم ولابس لي قميص وبابيون اعمل لي فيها باشا، امال اللي واقفه بقى لها 12 ساعه ومسامرها اتلخلخت دي تعمل ايه؟ انت لسانك ايه؟ منشار كهربا؟ لابسه لي الوش الخشب ليه؟ بعدين حد يقابل جوزه حبيبه وهو راجع من الشغل تعبان بالشكل ده؟ يقابل جوزه اللي بوزي في بوزه طول النهار، في الشغل، في الفاترينا، في المخزن، وبعدين انت بتشتكي من ايه؟ ما انت واقف ساند رجلك طول النهار. بيه يكون في علمك الوضع اللي انا عامله ده صعب جدا. انا طول النهار بحارب الجاذبيه والعضله الضمه مموتاني، وانت انت واقفه بقالك 25 سنه من ايام الاوبليتات بنفس الوقفه دي، بتشتكي ليه النهارده؟ ما تاكلي عيش. بس بقى خوتونا، كل يوم في الخناقه دي انا دماغي ورمت. ما انت شايف بنفسك اهو يا عم. مش شايف؟ سوري يا معلم، قصدي يعني انت سامع بودنك. مش هينفع سامع، ما عندوش ودان. اوكي لا مؤاخذه يا عم فكري، انت حاسس بينا اهو وباللي احنا فيه. هي فاكراني في كوكي بارك وبلعب طول النهار؟ ايه اديني عقلك يا اخي، ارد ازاي عليها وعلى قله ذوقها؟ بقول لكم ايه، انا ماليش دماغ زي ما انت شايف كده، ماليش دماغ للهري بتاعكم ده. لا معلش بس يا عم فكري، بس ثانيه واحده. قله ذوق؟ لا بمناسبه قله الذوق بقى، مين يا بيه الست اللي كانت عماله تحسس عليك النهارده دي؟ هو انت شايفني ايه، لوح قدامك مش شايفه مثلا؟ اولا هي مش ست، دي زبونه. زبونه؟ كنت معلش كنت فاكراها ست، بس هي الزبونه دي بمناسبه ايه بتحسس عليك؟ هو انت سخن بتقيس حرارتك مثلا؟ دي فكت لك زرارين ومسكتك من كمك. لا لو سمحت ما تجيبيش سيره كمي، هجيب سيره كمك، هنقعد بقى نشتم بعض بالكم. لو سمحت ما كانتش بتقيس الحراره، اللي كانت بتشوف الخامه، خامه القميص يعني، مش خامتي انا. وبعدين هو انا بشتغل ليه؟ ما انا عشان الاحق على طلباتك يا هانم، عايزه ايش معجين وايش صنفره ومسامير نحاس وقاعده رخام، واعمل ايه؟ لا 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 معلش اقف عيوك كده بقى واتكلم عادي. ازاي؟ هو انت بقى ايه بتدخل لي قرش؟ انا بدخل قصاده قرش. ما يحضرنا يا عم فكري. حلو عن دماغي. انا من يوم عفاف ما مشيت من الشغل وانا دماغي هتنفجر. احلى بنت شافتها عيني، يا ترى انت فين يا عفاف؟ احلى بنت شافتها عينك وعفاف بمد الالف كده، شفت ايه بس يا عم فكري؟ شفت ايه؟ انا حبيت فيها اخلاقها وادبها يا عديم الاحساس والقلب. لا 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 انا مش قادر امسك نفسي، اصل انا شفته لازم اقول له. عم فكري انا لازم اقول لك، انا شفت عفاف واقفه في فاترينا في وسط البلد في محل ملابس داخليه حريمي. لا. وكانت لابسه جلابيه نانسي عجرم وباروكه زرقاء. لا 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 عفاف طبعا، ما انتوا عمركم ما هتحسوا بيا. انت ومراتك طول اليوم سوا، واخر الليل بتروحوا المخزن تحط دماغكم على المخده وتناموا. انا بقى احط ايه؟ ده انا حتى مش عارف اعيط،
قولوا لي اعمل ايه بس، قولوا لي. خلاص يا عم فكري، عرفنا لا هتعرف تعيط ولا هتعرف تخبط دماغك في الحيط ولا هتعرف تشرب من البحر. انا خلاص وصلت عند المحل. ايه انت فين؟ عايز تعدي عند اول الشارع، في محل مفتوح بس عايز اشوف الشغل. بنت قدك هناك. خلاص خليك عندك، انا جاي لك. نصيحه من اخوك الصغير، اوعى تحب واحده معاك في نفس الفترينه، هتلزق لك في الشغل ليل نهار. طبعا مش عايزني الزق لك عشان انت عايز تتصرمح من هنا لهنا لهنا لهنا. هتصرمح فين يا بنتي؟ ما انا واقف جنبك زي التمثال اهو، مرزوع صنم. ما انت خلاص بقى من ساعه ما الزبونه جت وشافت الخامه وانا خلاص مش عاجباك. على فكره انت اللي مش مهتمه بيا ومش مهتمه بنفسك. شايفه منظرك بقى عامل ازاي دلوقتي؟ ايه ده؟ ها؟ لا بتخسي ولا بتتخاني ولا وحاجه، بقت اخر ملل. ايه ده؟ ايه ده؟ مانيكان؟ ايه القمر ده؟ ايه ده؟ ده قرف. ابدا ما تجيبي لي حته مانيكان صغير يملى عليا الفاترينه. كله كوم، وذوقك في اللبس يا هانم بقى كوم تاني خالص. وانا مالي ومالي اللبس؟ هما اللي بيلبسوني، انت بس اللي بتتلكك. افتكرت على موضوع بيلبسوكي، مين يا هانم اللي كان الصبح بيلبسك وبيعمل في كتفك كده؟ ده سعيد بيجرب عليا الفستان الجديد ده شغل، ولو انت مش محترم شغلي يبقى انت كده مش محترمني. شغل عادي يعني، يلبسك في سياق الدراما يا فنانه. طب ما هو قلعك انت كمان يعني. ده كان في سياق الدراما. ولزق عليك السعر الجديد وبقيت رخيص. لو سمحت ما تغيريش الموضوع يا سحر. سحر، الفستان الكم وكم اللي هو كان في التشكيله بتاعت الصبح دي مش هيتلبس، يعني مش هيتلبس. انا ما اسمحلكش تتدخل في شغلي، وريني بقى هتمنعني ازاي. لا لا لا، امنعك ليه؟ انا هقولها كلمه واحده، لو لبست عريان يا سحر انا هلبس عريان. انا مانيكان ايوه، لكن عندي مبادئ وكرامه واخلاق، ودي اهم حاجه في الدنيا. ربنا يتوب علينا من الشغلانه المهينه دي بقى، ونروح نقف في حته محترمه زي مول مصر ولا سيتي ستارز. كابو بقول لك ايه، هات لي طقم البوكسرات الجديده ولبسها المانيكان ده وحطه لي بره. بوكسرات جديده وبره، انا خدام لقمه عيشي برضو. ميزه الرجاله الرئيسيه ان هم كائنات بسيطه، اطفال جدا، دي احلى حاجه فيهم، مش محتاجين مجهود ولا زكاوه ولا خطط عشان تاخدي منهم كل اللي انت عايزاه. السر كله في التوقيت. عشان كده انا النهارده بمنتهى البساطه هقول لك ازاي تكسبي اي راجل في 30 ثانيه. اول نصيحه انك تختاري التوقيت المناسب. كل راجل عنده حته كده في حياته، لو عرفتي تخشي جواها هتاخدي منه كل اللي نفسك فيه. يعني عندك مثلا الوقت اللي بعد الماتش، طبعا في حاله فوز فريقه، طبعا اطلب اللي نفسك فيه بقلب جامد. الوقت اللي هو بعد ما تحطي قدامه اكلته المفضله الدسمه، وقبل ما يمد ايده عليها وبقه كده ملغوش على كل حواسه التانية، عارف اللحظه دي، اخشي مضيع على بياض. الوقت اللي هو بعد ما تعفيه من زياره عائليه، حبيبي بص احنا مش هنروح عند طنط فلانه النهارده وعايزه كذا وكذا وكذا، دي ممكن يديكي فيها عينه الاثنين. ال 30 ثانيه اللي بعد فوزه في 10 الطاوله بوليت استيميشن، بعد ما يحل لغز ميكي، والله احنا في منتهى اللذاذه، تفهين جدا. الوقت اللي انت بتقفشيه فيه بيتشات مع واحده او بيبص على واحده معديه، نعم، او اتلخبط في اسمك اتقالي، بس ده لو حصل يبقى يوم ساعدك، ممكن تكتبيه شقه اتفصل باسمك في ثانيه وانت قاعده، لان هو في موقف صعب. الست الناصحه بقى هي اللي تقفش الراجل في الوقت ده، دي الهابي اور. ايوه ازاي بقى؟ ساعه الحظ. ما انا لسه شارح. النصيحه الثانيه بقى، حاولي ان انت تنفخيه. هو ده؟ لا 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 لا، انت دماغك راحت لفين؟ ادخلي معاه في اي نقاش واخسري كده تبقي نفختي. احنا هايفين قوي. والله ده احنا في الحته دي مفيش، والتقدير بياكل معانا وقتي. التقدير خسرك كتير؟ لا يعني هي صعبه دي، ما تعرفيش تخسري؟ لا صدقيني يا بنتي، انت لو خسرتي هتبقى انت الكسبانه، جربيها. النصيحه اللي هقولها دلوقتي صعبه شويه انا عارف، بس بالتمرين تقدري تعمليها وانت سايبه ايديكي. النصيحه دي بجد هتوديكي في منطقه تانية خالص في علاقتك بالراجل، هتعدي البراميل. انك تضحكي على قلشه، لما يقلش اضحكي، ودي على قد قلشه، وربنا يجعلها في ميزان حسناتك ان شاء الله يعني، وهتدعي لي برضه. طيب نصيحه تانية بقى فيها لبس مربك حبتي. الرجاله صحيح تفصيل ويحبوا الاكل قوي، انت عارفه، تحبوا مود الاكل وريحه الاكل والحاله بتاعه الاكل دي، بس مش في الهدوم. نقطه، البيجامه اللي ريحتها كفته مش حلوه، ديل الحصان اللي ريحته طشه مش
طعم خالص. تتنظمي بقى، تعملي جدول تعلقيه على الثلاجه، تلبسي البيجامه بتاعت الكفته امتى والطشه بتاعت ديل الحصان، فاهمه؟ نظميها، هو ذنبه ايه؟ نصيحه بقى غايه في الاهميه، اديله مساحته والتمثيل والاعذار وحطيه في حجمه الحقيقي، يعني ما بيردش على التليفون، مفيش داعي تكلميه 46 مره وتكلمي مامته وباباه واخواته واصحابه وزمايله ونسايبه ومدرسينه وهو صغير. ما هو مش لازم تطوري الموقف بالشكل ده، ما انت برضه بتعملي حاجات غريبه، يعني بتحطي اغنيه سابني وراح يا هوا على الفيسبوك، معقوله للدرجه دي في 5 دقايق عشان ما ردش تكتبي ستاتس في حواها ان ما اقصى ما يمكن ان يشعر به المرء هو الفقد الغير معلن والتجاهل المؤلم القاسي قسوه بروده ليل في شتاء غابات النرويج المطيره وشيء فيه ايه وفيلينج ساد ودموع مواساه الاصدقاء والجو ليه كده؟ الموضوع عنده ابسط من كده بكتير. احنا مخنا ما بيجيبش المناطق المتطوره بتاعت حضرتك دي خالص. الراجل هتلاقيه حاجه من الاثنين، يا اما نايم يا اما بيتفرج على مصارعه سيدات ومش مركز معاكي. بس صدقيني مش هتخرج عن كده ابدا، اتك على الصبر. اخر واهم نصيحه معانا بقى، في شويه كلمات ارجوكي بلاش تقوليهم للراجل، لا في خناقه ولا من غير خناقه، ولا في الحرب ولا في السلم. ابعدي عن الرصه دي. بتفكر في ايه؟ انت فين؟ نزل الستاره، ارفع القعده، ما تهزش رجلك، مامتي مامتك معرفش تلاقيها عندك، سيب فلوس، احنا محتاجين نتكلم، لو مهتم كنت عرفت انت اتغيرت، مين نرمينتي، هترجع امتى، ما تتاخرش، مالك انا احلى ولا مديحه كامل، احلف. سمعت الرصه دي؟ دي تكتبيها برضو عندك في نوته كده وتقريها كتير عشان ما تقوليهاش، علشان تعرفي تعيشي في سعاده وتستخدمي النصايح بتاعتي دي وفعلا هتنبسطي. عرفت ازاي تكسبي الراجل في 30 ثانيه؟ اخر حاجه هقولها لك بقى نصيحه هايله جدا وهتحتاجيها طول الوقت، ازاي تملصي من راجل غلس في 30 ثانيه. ها انت بقى بقيتي شاطره وممكن انت بقى تقولي لي ازاي تملصي من راجل غلس بالطريقه دي. سكتي ليه؟ لماحه البنت دي ملصت. يلا بقى يلا يا عم يا عم كفيني لعبه بقى يا عم سراج، هتاخدها صايمه زي الثلاثه اللي قبليهم. يا نهار ازرق. اسكت حسن، بنوكيو دخل علينا مش هنخلص من فشره. ايه دي الزهق بقى، كنسل يا عم كنسل. مالك بس يا عم حسن؟ يا عم يسرى اللوزي يا عم كلت دماغي تاسع مسد كل منها، انا فاضي للهبل ده. نعم يسرى اللوزي، عايز منك ايه دي؟ ما عرفت بتحكي لي قصه تقول لي انت بتحتويني وبتقعد تدردس معايا. يا ابني انا ودني وجعتني وبحاول اقفل معاها في الكلام مفيش فايده. اتكلم على يسرى اللوزي الممثله؟ الممثله. انت بتصدقه؟ انت بتصدقوا اي حاجه بتقول؟ اهو بيقول اي كلام. يا عم انا هكذب ليه في حاجه صغيره زي كده؟ اهو اسمها على ترو كولر اهو. يسرى فتحي. ما هي اسمها يسرى فتحي اللوزي. لا معلش معلش، الحاج اللوزي عمره ما يطلع فتحي. لا بص، ما انت مش عارف، هو اصلا الحاج اللوزي ده ابوه كان اسمه فتحي، ها؟ فهو سمى ابنه على اسم ابوه، كان يحب ابوه قوي، فهي اسمها يسرى فتحي اللوزي فتحي. يا سيدي انا هوجع دماغي معاك، انا هكذب ليه بحاجه صغيره زي كده؟ لا لا معلش معلش، ما تحضرنا يا عم سراج، انت مشغول في ايه؟ في مشكله بس مع وزير الصحه. وزير الصحه الدكتور ده حبيبي. بص يا معلم، انا اشتغلت مع الوزير ده 12 سنه في الوزاره، هتخص عليه هتقول له حسن فول ستوب، تقعد تسرب سايك على ما يخلص الساي مصلحتك تبقى مقضيه. لا بقى معلش معلش، انا كبرت في دماغي كبرت. انت تعرف وزير الصحه منين؟ احنا كنا من كام يوم بنصلي الجمعه، داخل كده زي ما تقول مش واخد بالي فاتكعبلت. بص شايف اللي في وسط دي؟ شايفها ولا مش شايفها؟ اه اصل انا مش جايب حاجه من بره اهو. دي من ايه؟ ايه احمد السقا يا سيدي، ايده تقيله وهزاره سخيف، فاكر نفسه بقى ممثل وبتاع اكشن. انا اقول له يا سقا ابوس ايدك، انا ما بحبش ده، بعدين قاعده حلوه ما تخربهاش بقى بالحركات بس عتري. والله العظيم بتحمله حسن. بقى انا مركز معاك، قول لي بتعرف وزير الصحه منين؟ ايوه ايوه اقول لك. اول كلام بيني وبين الوزير، احنا كنا في عزا مليان مشاهير ونجوم ومسؤولين وحاجات زي عزا زويل. انا داخل في زويل حاف كده من غير دكتور؟ لا اصل احط تكليف ليه؟ ده حبيبي يا ابني، انا اشتغلت مع زويل 12 سنه في ناسا. ما شاء الله. يا ابني ناسا؟ 12 سنه في ناسا؟ ايه غريب كتير 12 سنه؟ 11 في ناسا، اصله بيدقق في حاجات. معلش طب انا اسف، خلينا معاه للاخر. انت دلوقتي اشتغلت معاه في ناسا، كنت بتشتغل ايه؟ ها؟ فهمتوا ثانية؟ لا يا سيدي، لا كنت بشتغل فيفتو ثانية، وهو اللي قال لي فيفتو مش هنسميها كده، هنسميها فيفتو، لأن الفيفتو دي في حد عملها، هو أصل الدكتور زويل ما حبش يكرر نفسه. ما شاء الله. فقلت له خلاص يا دكتور، سميها فيفتو ويبقى ليها عندك واحدة. ها؟ يا عم أصل هكذب في حاجة صغيرة زي دي ليه؟ عايزين نعرف أنت كنت تعرفه منين؟ يا سلام، أحلى 12 سنة في عمري اللي قضيناهم في الفضاء دول، فضاء. سعيد، أنت عارف مرة بعد ما كنا لقمه كده داخلين على المحطه الفضائيه وحصل عاصفه فضائيه؟ يا ساتر يا رب. لا عادي، العاصفه الفضائيه احنا في الفضاء كل يوم وده بيحصل، فاهم القصه؟ لكن العاصفه دي يا صاحبي قعدت ايه؟ يوم؟ لا ثلاثه، خمس ايام ما بتقف.
طيب مش عارفين نعمل ايه؟ مندهولي كل شويه الناس رايحه جايه، بهبط برجلي كده يا ثائر السميع العليم ان لاقي ولاعه، مسكت الولاعه كده وقفت على جنب كاني بولع سيجاره، ما عرفت بقى ان الايه التراب الفضائي ده مسع، بولع قامت الدنيا دي كلها هبت نار، انت عارف الثقوب السوداء؟ اسمع مثقوب لوحده؟ متهيألي ده حصل مع العبد لله ما شاء الله، بولع بالولاعه يا معلم، ما عرفش بقى قامت النار قايده، انا مليت فيه، ما اول مره تطفى عاصفه يعني بالمنظر ده طبيعي. النار قادت نزلت العاصفه ده الرماد بتاع الفرن، عارف الرماد بتاع الفرن اتجمعت في اتجمعت كده والحمد لله وعدى الموضوع ورجعنا لاوتوبيس الشغل ودى كل واحد كوكبه ورجعنا واتكرمنا وكانت الحمد لله سفريه ده العسل حتى بالاماره اهو اها الولاعه اهي عشان تعرفوا ان انا مش هكذب في حاجه صغيره زي دي كده اوفر احنا بنسالك عن الوزير لا ما انتوا شكلكم مش مصدقيني ما انا طلعت لك الحاجه اهو يا عم حاجه ايه يا عم الولاعه ايه اقسم بالله وانا هكذب ليه هكذب ليه في حاجه صغيره زي كده طب يا عم الهي لو بكذب الهي عم سعيد القهواجي ده هيوعي يروح لاولاده حسن ازرق ليه كده بس يا حسن يا حسن الله يبارك لك مش كل يوم تخسرنا واحد لا هو عم سعيد كان مخفف اصلا انا شايفه من كام يوم طب يا عم لو بكذب الهي يا عم ينزل علينا انا عايزك دلوقتي ارجوك بلاش بلاش لا بلاش ونبقى. خلاص يا عم لو بكذب يقوم زلزال دلوقتي كفايه زواهر طب طب يا عم الهي لو بكذب يعدي قطر يسلني من مكاني دلوقتي اهو شفتوا مفيش حاجه حصلت العب يا عم العب عادي يا ولد